السلام عليكم. انا جيتكم اليوم بفيديو جديد. هذه فاكهه ديال الدراغون تنين، هذه راه كومونديت عليها، جاتني من برا، جابها لي واحد الصديق. غادي ناكل منها شويه وغادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش غادي تقدروا تاخذوا منها شجيرات صغار ديالها، كيفاش غادي تنبتوها. هي راه قطعناها، ها هي كيفاش دايره من الداخل. شوف كلهم تيقدموا الشكر الجزيل والعفاف الجميل لجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، الذي اصدر التعليمات ديالو الساميه من اجل وقف العمل اليومي في الميدان ومن اجل ضمان سلامات. دونك هذه هي الطريقه باش غادي ناخذوا الزريعه ديالها. كيدير العوده ديالهم، هي راه ساهله، كيديروا غير هكا في واحد الزريعه صغيره. غادي ناخذ واحد شويه وداك الشيء اللي بقى غادي ناكلوه. يا صراحة الله بنينه على برمجه رحلات خاصه في هذيك الزريعه بحال ديال راسك سميتها كيلا سميتها ديال الكيوي. وهذا هي زريعه سهله كتحيد سهله، وهي راها بنينه. وهاد النوع راه كاين واحد النوع ابيض من الداخل وكاين واحد النوع احمر من الداخل، هذه حمراء وكاينه واحده بيضاء. دابا نوريها لكم من بعد ان شاء الله عاوتاني فيديو جديد. انا دابا راه خديت واحد شويه ديال الزريعه هنايا، غادي نمس هادشي مزيان باش نغسلها، باش تبقى لي غير الزريعه. غادي نغسلها باش تبقى لي غير الزريعه نشفها، وغادي نوريكم فيديو اخر كيفاش الطريقه كيفاش غادي نغرسها. شوف هنا راه كاينه الزريعه، كاينه الزريعه كثيره بركه. دابا غادي نحتفظ كما كتشوفوا الاخوان، ها هي الزريعه ديالها، زريعه صغيره. ونعطيكم مثلا وهذا الشيء خاصو يعرفوه الاباء والابناء، هي فاكهه التنين دراغون. ها هي كيفاش دايره الاولاد اللي مشاو لهم ضيعوا الباسبورات ديالهم. دابا هذه غادي نغسلها، ولكن رغم هذا نغسلها ونصفيها مزيان باش تبقى لي غير الزريعه، ونواصل معكم الفيديو ان شاء الله. تجربه مهمه هذه، راه الفاكهه راه غاليه، اي واحد يقدر يدير هذه التجربه هذه. يلا الاخوان نكمل معكم فيديو ان شاء الله. يلا الاخوان احنا دابا كنحسو بحالنا هكا وكنغسلو بالطريقه هذه، نستمر بالطريقه هذه حتى تبقى لنا غير الزريعه. ونبداو دابا كتبقى غير الزريعة دابا، شوف هكذا فاكهة نادرة قليلة في المغرب. نحاولو نعسو داكشي مزيان باش يبقى يهبط باش تبقى غير الزريعة. هانتوما الاخوان دابا انا غسلتها، ساليت من الغسيل ديالها، درتو هنايا فرشت لي واحد الوريقه ودرتهم في واحد البانيو هنايا، درتهم في واحد البانيو فرشت لهم الوريقه حيت هذا في واحد الماده لزجه، خصني نفرشو في شي حاجه باش ينشف ديك الورقه، تشرب ديك الماده باش نهار نغرسها باش دغيا غادي ينوضو. اما الا بقات هذيك الماده هذيك ما غاديش تخليهم ينوضو. شوف انا غسلتها واخا راه صعيب في الغسيل ديالو، ديك الماده ما كتبغيش تحيدو. دونك هذه هي الزريعه دابا، نهار غتنشف ان شاء الله، نعطي واحد اليومين تنشف قدام الشمس وهذا، وغادي نكمل معكم الفيديو. هانتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا، انا درناها دابا قدام الشمس باش ينشفوا مزيان، باش تحيد لهم ديك الماده اللي كتكون لاصقه فيه، باش فاش تغرس باش ينوضوا. شفتوها خصو ينشف واحد شويه، واحد النهار ولا يومين باش تجي الزريعه مزيان. يعني خليوه دابا قدام الشمس واحد اليومين ان شاء الله، نكمل معكم التجربه. اذا اخوان السلام عليكم،
دابا حنا وصلنا الطريقة كيفاش غادي نغرسو هداك العقيق ديال الدراغون، نغرسوه من البدرة ديالو. دابا خدينا هاد الإناء هذا، قطعناه على الشكل هذا، وثقبنا درنا ليه ثقيلات هنا، ثقيلات صغار باش كيخرج الماء. هذا بحال ما هكا نقلبو. دابا غادي ناخدو حجرة صغار بحال الشكل هذا، نديروهم لتحت نتفادو هز الماء باش ميبقا حتى الماء تما يتعفن. هي الطريقة ديالو، نمروه بالماء. وهذه تربة مخلطة بنقية روث البهائم. غادي نعمرو التربة هنا بالطريقة هذي، الطريقه هادي حنا عمرناها مزيان، بقات واحد جوج سنتيم هنايا. دابا غنديرو الزريعه ديالنا اللي ها هي اللي بعد ما غسلناها ونشفناها، هي هادي. غادي ناخدوها وندردروها هنايا، ندردرو غير واحد شويه، غادي نعاودو نغطيوها واحد شويه بواحد الطبقه هي خفيفه بهذا الشكل هذا. ندير واحد شويه هنا صافي، ونخليوها. غادي تكون هاد الإناء الكبير هو تا هو غادي نزيدو نغرسو فيه، هذا راه وجدناه من قبل. غادي نديرو فيه الزريعة بهذا الشكل هذا، نعاود نغطيو حتى الزريعة هادي، نغطيو بواحد الطبقة هادي هي صغيرة رقيقة. صافي دابا غادي نسقيوهم، أول مرة نسقيوهم مزيان. سقيت هذا تا هو، سقيناهم مزيان. حنا سقيناهم دابا مزيان، صافي دابا نغطيوهم ونخليهم حتى يبداو ينبتو. يلا موعدنا في فيديو جاي ان شاء الله.